حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة، معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شان القدر انكرنا ذلك قال فحججت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجه وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المعتمر عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليه قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. اذا ولدت الامه ربها فذاك من اشراطها واذا كانت العراه الحفاه رؤوس الناس فذاك من اشراطها واذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من اشراطها في خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير قال ثم ادبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فاخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عماره وهو ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه ان يسالوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الاسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الاحسان؟ قال ان تخشى الله كانك تراه. فانك ان لا تكن تراه فانه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل وساحدثك عن اشراطها اذا رايت المراه تلد ربها فذاك من اشراطها واذا رايت الحفاه العراه الصم البكم ملوك الارض فذاك من اشراطها واذا رايت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من اشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله ثم قرا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي سهيل، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرهن قال لا الا ان تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا الا ان تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه فقال هل علي غيرها قال: لا إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحه بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق او دخل الجنه وابيه ان صدق حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس بن مالك قال نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمع فجاء رجل من اهل الباديه فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آ آه الله أرسلك. قال نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك: آ آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك: آ آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك آه الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت قال قال انس كنا نهينا في القران ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فاخذ بخطام ناقته او بزمامها ثم قال يا رسول الله او يا محمد اخبرني بما يقربني من الجنه وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في اصحابه ثم قال لقد وفق او لقد هدي قال كيف قلت قال فاعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم، دع الناقه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر، قالا حدثنا بهز، حدثنا شعبه، حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب. وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن ابي ايوب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنه ويباعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل ذا رحمك فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امر به دخل الجنه وفي روايه ابن ابي شيبه ان تمسك به وحدثني ابو بكر بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ابدا ولا انقص منه فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوبه وحرمت الحرام واحللت الحلال اادخل الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزادا فيه ولم ازد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنه قال نعم قال والله لا ازيد على ذلك شيئا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر، عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق، قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". وحدثني ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة، قال سمعت عكرمه بن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله بن عمر الا تغزو فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني على خمس شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وحج البيت حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمرة قال: سمعت ابن عباس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، اخبرنا عباد بن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص اليك الا في شهر الحرام فمرنا بامر نعمل به وندعو اليه من وراءنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وان تؤدوا خمس ما غنمتم، وانهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة ان لا اله الا الله وعقد واحدة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، والفاظهم متقاربه قال ابو بكر حدثنا غندر عن شعبه وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي جمره قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فاتته امراه تساله عن نبيذ الجر فقال ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا يا رسول الله: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وانا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنه قال فامرهم باربع ونهاهم عن اربع قال امرهم بالايمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الايمان بالله قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة: وربما قال النقير، قال شعبة: وربما قال المقير، وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم، وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم وليس في روايته المقير وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبه وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناه حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن عليه حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتاده ابا نضره عن ابي سعيد الخدري في حديثه هذا ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انا حي من ربيعه وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك الا في اشهر الحرم فمرنا بامر نامر به من وراءنا وندخل به الجنه اذا نحن اخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله: ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال: من التمر. ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والاناه حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر ابا نضره عن ابي سعيد الخدري ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عليا غير ان فيه: وتزيفون فيه من القطيعاء او التمر والماء، ولم يقل: قال سعيد او قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري، حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج، حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابي هريره قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. وحدثنا ابو الطاهر وحرملة بن يحيى واحمد بن عيسى، قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حا وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريره. حا وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا ابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبه عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر، قالا: حدثنا مروان، يعنيان الفزاري. عن ابي مالك عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر حا وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله